وذكرنا بأن إبليس الرجيم كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، كان مجتهدا في الطاعة والعبادة حتى من الله عليه ورفعه إلى مصاف الملائكة، ولكنه لم يكن من الملائكة، كان من الجن كما نطق بذلك الكتاب العزيز. والجن خلقوا من نار، والملائكة خلقوا من نور. والجن لهم ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، والملائكة لا يتزاوجون ولا ذرية لهم. والشياطين يعصون الله عز وجل كما عصى إبليس، والملائكة منزهون معصومون مفطورون على الطاعة والعبادة. إذن قطعا الشيطان الرجيم ليس من الملائكة. فبعد أن أبى هذا الخبيث اللعين أن يسجد لآدم استكبارا وجحودا تكبرا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان جزاء هذا الاستكبار أن غضب الله عليه، قال فاخرج منها فإنك من المرجومين، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني إلى يوم القيامة، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم بعد ذلك أقسم هذا الخبيث المجرم الرجيم أعاذنا الله وإياكم من وساوسه وحبائله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كان آدم عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأحداث، ولا يزال آدم عليه السلام خارج الجنة إلى الآن، ما دخل الجنة، يعني كل هذه الأحداث والعلم عند الله عز وجل وآدم عليه السلام خارج الجنة. في يوم من الأيام كان آدم نائما، ثم استيقظ بعد نومه وإذا به يجد حواء، وذكرنا بأن حواء سميت حواء لأنها خلقت من حي، فحواء نسبة إلى حي، خلقت من آدم، من ضلع، من ضلوع آدم عليه الصلاة والسلام. وخلقها الله سبحانه وتعالى ليستأنس آدم بها، لأن آدم أيضا كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة وليس من جنسهم كما هو معلوم، لذلك جعل الله له من جنسه امرأة حواء ليستأنس بها. ثم بعد ذلك، بعد أن خلق الله له حواء، أسكنه الله عز وجل جنته، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وتعلمون كلام أهل العلم وخلافهم في هذه الجنة المقصودة، هل المقصود بهذه الجنة المذكورة التي أدخلها آدم عليه الصلاة والسلام، هل المقصود بها جنات عدن، جنة المأوى التي في السماء التي وعدها الله تبارك وتعالى عباده المتقين، أم هي جنة يعني بستان من جنان الأرض؟ تعلمون جنة في اللغة يعني بستان، خلاف بين أهل العلم، والصواب الذي عليه جماهير المفسرين وجماهير أهل العلم أن المقصود بالجنة هي جنة المأوى التي في السماء، والأدلة على ذلك كثيرة أو متعددة، منها ظاهر الآية أصلا، وإذ قلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هنا ألف لام الجنة، فتكون للمعهود، وهذا المعهود إما أن يكون معهودا لفظيا أو معهودا ذهنيا، والمقصود بها المعهود الذهني، عندما أقول لك مثلا، يقول مثلا الوالد لابنه اذهب إلى البيت، أي بيت؟ بيت جيرانهم، بيتهم،
كيف عرف أن المقصود بكلمة البيت التي قالها والده أن المقصود بيتهم؟ لأن هذا هو المعهود الذهني الذي في ذهنه. أبوه لم يقل اذهب إلى بيتنا، قال اذهب إلى البيت، وكلمة البيت تصدق على كل بيت في حارتهم وفي حيهم. لكنه ذهب إلى، فهم الولد أن مقصود أبيه بيتهم، لأنه هو المعهود الذهني المستقر في الأذهان. فكل من يقرأ قول الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي جنة، ما هو المستقر في الأذهان؟ المستقر في الذهن جنة المأوى. فعندما دخل آدم عليه الصلاة والسلام جنة المأوى، الله تبارك وتعالى أباح له كل ما فيها من النعيم المقيم، كل ما فيها من نعيم أباحه الله له. قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بس كل ما في الجنة من أشجار وأنهار وثمار وبحار وقصور وغير ذلك من النعيم المقيم الذي لا يعلمه إلا الذي خلق سبحانه وتعالى هو مباح لك يا آدم، إلا هذه الشجرة. شوف سبحان الله، انظر إلى حال الإنسان. أراد الشيطان الرجيم أن يفسد على آدم وحواء، وخصوصا آدم تحديدا، لأن آدم يرى الشيطان الرجيم أن آدم هو الذي كان سببا في حلول غضب الله عليه ولعنته وطرده من رحمته وإخراجه من جنته، مع أن السبب مو آدم، ما له علاقة آدم، السبب أنت أيها الخبيث، أنت الذي امتنعت، أنت الذي استكبرت، أنت الذي جحدت، أنت الذي لم تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى كما امتثلت الملائكة عليهم السلام. آدم ما له علاقة، ولكنه هذا هو حال الحاسد دائما. الحاسد دائما هكذا يرى ما هو فيه من تنغص في العيش، ويرى ما هو فيه من هم وغم وضيق وبلاء، يرى أن ذلك بسبب ذلك الذي هو يحسده. وما دخل المحسود في ذلك؟ لكن هكذا هكذا. لذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذا الخلق الذميم، ألا وهو الحسد. بل الإنسان عليه دائما وأبدا أن يرضى بما قضى الله تبارك وتعالى له، ويؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. المهم، أراد هذا الخبيث أن يفسد على آدم عليه الصلاة والسلام ما هو فيه من النعيم المقيم، وقطع عهدا على نفسه. كما أن آدم كان سببا في إخراجه من الجنة كما قلنا بزعمه هو، إذن لابد أن يخرج، أو لابد أن أخرج آدم من الجنة. فأخذ يوسوس لآدم عليه الصلاة والسلام، حاول مرارا وتكرارا أن يوسوس لآدم عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاءته هذه الفكرة أنه يريد أن يزين لآدم عليه الصلاة والسلام، أن يزين لآدم وحواء، حواء تبع لآدم، أن يزين لهما الأكل من هذه الشجرة التي منعه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها. طبعا هذه الشجرة ربما بعضكم يقرأ في كتب بعض المفسرين أنها شجر الكرم أو غير ذلك، الله أعلم. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله، هذا الإمام المفسر المحقق الكبير، ذكر بأن لو كان في ذكر اسم هذه الشجرة خير يعود علينا وفائدة لذكرها الله عز وجل. وهذه قاعدة في فهم نصوص الكتاب والسنة، أن لو كانت هذه الأمور فيها فائدة، الأمور المسكوت عنها
الأمور المسكوت عنها في الكتاب والسنة لو كان فيها فائدة لذكرها الله عز وجل. فطالما أن ربنا تبارك وتعالى لم يذكرها وسكت عنها، إذن يعني كما نقول علم ما ينفع وجهل ما يضر. علمك به لا ينفعك وجهلك بها لا يضرك. على كل حال، شجرة من شجر الجنة، بعضهم أيضا ذكر أنها طوبى، الشجرة العظيمة التي يسير فيها الراكب أو يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فكما قلنا الله أعلم بهذه الشجرة. فزين له الشيطان أن يأكل منها. أيضا هنا مسألة ذكرها أهل العلم، وهي كيف استطاع الشيطان أن يوسوس لآدم؟ والشيطان كما هو ظاهر من سياق هذه القصة أن الشيطان الآن خارج الجنة، إن الله تبارك وتعالى قال اخرج منها، وآدم وحواء عليهما السلام داخل الجنة. إذن كيف استطاع الشيطان أن يوسوس لآدم؟ ذكر أيضا أهل العلم أقوالا أو تفاسير في ذلك، وكل ذلك حقيقة من قبيل الاجتهاد والاستنباط، لا يوجد فيما أعلم نص صريح في الكتاب والسنة يدل دلالة واضحة على كيفية وسوسة الشيطان للأبوين عليهما السلام. لكن فيما يذكر من كتب وروايات بني إسرائيل، والقاعدة في ذلك ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، أولاده وسائر الأنبياء جاءوا في بني إسرائيل، ولذلك وقعت فيهم ولهم الأعاجيب، كثير من القصص العجيبة الغريبة، وتجد مثل هذه التفاصيل موجودة في كتبهم، أعني في كتب التوراة والإنجيل لا سيما التوراة. فكثير من علماء التفسير، تفسير القرآن الكريم، قد أدخلوا في كتب التفسير كثيرا من روايات الإسرائيليات ما نقلت عن بني إسرائيل، وهذه حقيقة الموقف منها كالتالي، قسمها العلماء إلى 3 أقسام: ما كان من هذه الروايات يوافق ما عندنا في شرعنا قبلناه لأن شرعنا أتى به. القسم الثاني: ما كان في هذه الروايات الإسرائيلية يصادم ويخالف شرعنا يرد، فإن العبرة ما في شرعنا. القسم الثالث الذي نحن الآن نتكلم فيه، الذي لا يوافق شرعنا ولا يصادم شرعنا، هذا ما موقفنا منه؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما في مشكلة. وهذا كثير منه يكون في باب القصص والسير، حتى كما يقال يعني تحبك القصة وتكتمل خيوطها، فيحتاج الإنسان يعني من العلماء وأهل السير أن يذكروا بعض الإسرائيليات التي لا تخالف شرعنا، ولا إذا خالفت ترد، وهذا أيضا موجود وللأسف دس في بعض كتب الإسلام من كتب السير والتفاسير من هذه الروايات المنكرة الشنيعة التي فيها شيء من التطاول على مقام الأنبياء والمرسلين أو غير ذلك، هي ترد. على كل حال، مما يذكر وهو مشهور في كيفية وسوسة الشيطان للأبوين لآدم وحواء، أن الشيطان الرجيم استعان بالحية، الحية الحيوان المعروف، استعان بها وكانت حية عظيمة، لأن الشيطان كان يمنع، كلما أراد أن يدخل الجنة منع من خزنتها، فاستعان بالحية ودخل في فمها ثم أدخلته إلى الجنة. طبعا كل هذا بعلم الله وسمعه وبصره، يعني لا يقذف في نفسك الآن الشيطان الخبيث أنه دخل بدون علم الله، لا، ودخل بعلم الله، والله عز وجل تركه، بل هو الذي سبحانه وتعالى قدر هذه الوسوسة لحكمة ولغاية أرادها الله تبارك وتعالى، وإلا ربنا تبارك وتعالى
كان بمقدوره سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يعصم آدم من الشجرة، كان في مقدوره أصلا سبحانه وتعالى أن لا يحرم شيئا على آدم، ولكن جعل هذا اختبار وابتلاء، ثم جعل وسوسة الشيطان اختبار وابتلاء، ثم جعل سقوط آدم وعصيان آدم اختبار وابتلاء، فكل ذلك بتقدير من القدير سبحانه وتعالى الذي قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مقدر عنده سبحانه وبحمده. دخل الشيطان الرجيم في فم هذه الحية وأدخلته هذه الحية إلى الجنة، وهذا قواه بعض أهل العلم، يعني قصة الحية قواها بعض أهل العلم، قالوا مما يشهد لها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه أمر بقتل الحيات وقال ما سالمناهن منذ أن حاربناهن. إذن في حرب بيننا وبين الحيات، فقالوا ما سبب هذه الحرب؟ لعل هذه القصة أن الحية كانت سببا في إعانتي، كما قضية الوزغ، وزغ الوحسن من البريعصي أيضا، يعني يؤجر المسلم على قتله، ذكر أهل العلم أن سبب ذلك أنه كان مما يعني يشارك في تأجيج هذه النار على إبراهيم عليه السلام عندما قذف، وأتينا إن شاء الله في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المهم أنه دخل الشيطان إلى الجنة فوسوس لآدم، قال فوسوس لهما، فوسوس لهما الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طبعا آدم عليه الصلاة والسلام وهو في هذا النعيم المقيم، أي إنسان يعني تخيل أنك في مكان جميل في بساتين وفي أجواء جميلة وفي قصور وخدم يخدمونك وهواء عليل وماء وأنهار، مكان جميل، جنة من جنان هذه الدنيا، ألا تود أن تقضي حياتك كلها فيها؟ بلى. ألا تود أن تكون مخلدا فيها؟ بلى. فلذلك دخل الشيطان من هذا الباب واستغل هذا الضعف الذي لدى البشر، قال يا آدم ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إذا أكلت من هذه الشجرة ستخلد في الجنة. وبطبيعة الحال كما قلنا أن آدم يريد عليه السلام أن يبقى في هذه الجنة ولا يخرج، طبعا آدم في بادئ الأمر هو يعلم أن الله تبارك وتعالى قد نهاه وحذره من كيد الشيطان أن يأكل من هذه الشجرة، فامتنع عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعل آدم عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذه الشجرة رغم علمه بتحذير الله له؟ الجواب ما ذكره الله عز وجل في سورة، لأن هذه قصة آدم عليه السلام وسائر القصص أيضا في القرآن الكريم قد ذكرها الله عز وجل في مواضع مختلفة، وبعض الناس يسأل هذا السؤال دائما، يقول ما هي الحكمة في كون الله تبارك وتذكر مثلا قصة آدم في سورة البقرة، وذكرها في سورة الأعراف، وذكرها في سورة طه وفي غيرها؟ الحكمة والعلم عند الله عز وجل أن في كل موضع فيه من الفوائد ما لا يوجد في الموضع الآخر، فإذا جمعت هذه القصة المذكورة في المواضع المختلفة اتضحت السورة بالكامل. فالذي جعل آدم عليه الصلاة والسلام أن يصدق كلام إبليس ما قاله الله عز وجل في الأعراف، قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم الخبيث، قال والله يا آدم أنني أريد النصح لك، والله يا آدم إذا أكلت أنت وزوجك من هذه الشجرة كنتما من الخالدين في هذه الجنة،
فأكل آدم عليه الصلاة والسلام. وذلك أيها الإخوة لأن آدم عليه الصلاة والسلام الذي رأى ما لم نرى وعاين ما لم نعاني من قدرة الله وملكوته سبحانه وتعالى لم يدر في خلده قط أنه من الممكن أن يتجرأ مخلوق أن يقسم بالله كاذبا. نحن الآن في هذه الدنيا كثير من الصالحين لو عذب، بل بعضهم قد يصل الحال به إلى القتل، لو قتل على أن يقسم بالله كاذبا ما أقسم، لعظم لتعظيمه شأن الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أمر الله عز وجل به، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ونحن ما رأينا الله عز وجل سبحانه وتعالى ولم نكن في المقام الذي كان فيه آدم، فعاين ما لم نعاني ورأى ما لم نرى صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك لم يدر في خلده قط أنه من الممكن أن يتجرأ مخلوق ويقسم بالله كاذبا. هو يعلم أن الشيطان عدوه، ويعلم أن الشيطان سيوسوس له، لكنه لم يكن يعلم ولم يكن يتصور أصلا أنه من الممكن أن يتجرأ الشيطان على أن يقسم بالله أن يقول والله ويكون كاذبا. فعندما قاسمهما إنه لمن الناصحين وهو كذوب، أكل من الشجرة. بمجرد أن أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، كانت سوآتهما يعني العورة كانت مغطاة، وقيل والله أعلم أن كانت على عورة كل واحد منهما من الأبوين نور، والله على كل شيء قدير. فبمجرد أن أكل من الشجرة سقط هذا اللباس أو ذهب هذا النور، فنظر كل منهما إلى عورة الآخر، فما كان منهما إلا أن أخذ يجريان في الجنة ويتناولان من أوراق الشجر ليغطي كل منهما سوءته، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وفي طريق جريه آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت به شجرة من أشجار الجنة، أمسكته شجرة يريد أن يتفلت منها وهي قابضة عليه، فناداه الجبار جل في علاه فقال أفرارا مني يا آدم؟ أين المفر؟ أين المفر؟ قال بل حياء منك يا ربي. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نقف هنا عند هذا الدرس العظيم. آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء أيضا عليهما السلام هنا أذنب وعصي الله تبارك وتعالى بأن أكل من الشجرة التي منع من الأكل منها، ولكن انظر أكل، بدت لهما سوآتهما، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، مباشرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن ذنب ثم توبة مباشرة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ليس المتوقع منك أيها الإنسان أنك لا تعصي، طبعا هذه ليست دعوة للمعصية، لكن أنت وأنا متوقع أن نعصي، متوقع، لا أقول نعصي، أقول متوقع أن نعصي، لأننا بشر، لأننا من بني آدم، وأبونا آدم وهو أصلنا
عليه الصلاة والسلام فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه فهدى. إذن المعصية متأصلة متأصلة في بني آدم لا ينفك عنها، مستحيل استحالة أن يصل الإنسان إلى مستوى لا يعصي فيه الله تبارك وتعالى. اللهم ما عدا الأنبياء والمرسلين فإنهم معصومون كما مر معنا من الشرك والكبائر وسوء الأخلاق والخلاف كما ذكرنا في درس الأمس في الصغائر هل تقع من الأنبياء ولا تقع من، لكن في الجملة أننا من بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم، كل من صيغ العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا تعصي، نعصي، نذنب، نقصر، نفرط، ولكن السعيد الذي يبادر إلى التوبة ثم يتوبون من قريب، ما يقول سوف أتوب، سوف أنوب، سوف أرجع، لا. إذن من عصى الله تبارك وتعالى ولم يتب أو سوف في التوبة فقد تشبه بالشيطان الرجيم. ومن عصى الله تبارك وتعالى ثم بادر إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل فقد تشبه بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك، بعد أن تاب إلى الله تبارك وتعالى، وتاب الله تبارك وتعالى عليهما، لأن الله عز وجل يتوب على العبد إذا تاب إليه ورجع، يا ابن آدم إنك، قال سبحانه وتعالى الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك، الله أكبر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا التي تبين سعة رحمة الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي لنا أحبتي في الله دائما أن نرغب، أن نرغب، الأصل الترغيب، لكنه قد يحتاج الإنسان إلى الترهيب إذا وجد من نفسه اتكالا واعتمادا على رحمة الله عز وجل، فيحتاج إلى الترهيب وأن يذكر نفسه بغدراته وذنوبه ومعاصيه ليعتدل الميزان مرة أخرى. وهكذا المسلم يسير بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، لا يغلب أحدهما على الآخر، على أن بعض أهل العلم يقول ينبغي في حال الدنيا أن يغلب جانب الرهبة وجانب الخوف، لأنه هو الذي يحدوه ويزجره ويدفعه إلى العمل للدار الآخرة. ثم إذا أتت ساعة الاحتضار فقولا واحدا عند العلماء أن يغلب جانب الرحمة، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، فإن الله عند ظن عبده. لذلك تذكر دائما وأبدا سعة رحمة الله عز وجل، وأنه أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى يقيل العثرات ويعفو عن السيئات ويعفو عن الذنوب والخطايا ويبدلها إلى حسنات سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عندها عصى آدم عليه الصلاة والسلام، أكل من الشجرة وزوجه، تاب إلى الله تبارك وتعالى، قبل الله تبارك وتعالى توبتهما، ثم قال الله عز وجل اهبطوا، اهبطوا إلى الأرض، خلاص نهيتك، منعتك فلم تمتنع، أكلت من هذه الشجرة، استغفرت، تبت عليك، ولكن قضيت أن تنزل وأن تهبط إلى هذه الدنيا. فأخرج آدم عليه الصلاة والسلام
من وطنه، كما قال ابن القيم في كلامه الجميل في نونيتها الرائعة، قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل يا ترى ننجو من سبينا أو نعود إلى أوطاننا ونسلم. شوف الكلام الجميل، هذا هو شعر العلماء. ها، فرق بين شعر الشعراء وشعر العلماء. شعر الشعراء: عيونها وعيوني، وحبتها وحبتني، وخشمها الطويل وما نعرف. لا، شعر العلماء كلام جميل: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل يا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. إذن أوطاننا وطن المسلم الأصلي والحقيقي ليست هذه الأرض. وطن المسلم الحقيقي في جنات عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكننا سبينا، كما تؤخذ السبايا والأسارى في الحروب، تسبى وتنقل من أوطانها، يسبى مثلا من الحبشة، يسبى من أوروبا، يسبى من العرب، من كل مكان تقع الحروب والقتال، فيسبي الغالب من المغلوب الرجال والنساء والذراري فينقلهم إلى وطنه. فنحن كذلك سبينا بوسوسة هذا الخبيث لأبينا عليه الصلاة والسلام، فبإذن الله سنعود إلى أوطاننا بإذن الله وفضله ومنه وكرمه. قال: اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. اهبط جميعهم، من؟ آدم وتبعته حواء عليهما السلام، واهبط الشيطان ومعه الحية، ما نسينا الحية، وراه معه الحية، فأهبطوا إلى هذه الأرض، وقامت هذه الحرب بين الشيطان الرجيم وبين آدم وذريته. ذكر بعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل، أن مكوث آدم عليه الصلاة والسلام كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. سكن في الجنة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا مقامه في جنات النعيم. وهذا طبعا لو صح عن ابن عباس رضي الله عنهما يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن مثل هذه الأمور لا مجال لها للرأي والاجتهاد. عندما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء حتى يعيش في هذه الدنيا، علمه صنعة كل شيء، وزوده من ثمار الجنة، قال: فثماركم هذه من ثمار الجنة، اللي في الدنيا الآن من ثمار الجنة، غير أن هذه أي ثمار الدنيا تتغير وتلك لا تتغير. أيضا مما جرى له عليه الصلاة والسلام في لحظة خروجه، إذن وهو خارج أخذ معه، أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة ليقتات بها ويعيش على هذه الأرض، وعلمه صنعة الأشياء ليستطيع أن يعيش على هذه الدنيا. وأيضا مما أخذه معه آدم عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزل آدم بالحجر الأسود يمسح به دموعه. لا شك أنها كارثة بالنسبة له، طامة، مصيبة أن يخرج من الجنة. قال: نزل بالحجر الأسود يمسح به دموعه حين أهبط من الجنة، ولم ترق عين آدم، يعني لم ينقطع الدمع من كثرة البكاء حزنا على مفارقة جنات النعيم. قال: ولم ترق عين آدم حين خرج من الجنة حتى رجع إليها، أي بعد أن قبض الله تبارك وتعالى روحه.
مما جرى له عليه الصلاة والسلام أيضا أنه بعد نزوله إلى الأرض هو زوجه حواء رزقه الله عز وجل بأربعين ولدا من عشرين بطنا، يعني كانت حواء تحمل وكل حمل يجعله الله عز وجل توأما ذكر وأنثى، ثم أمره الله عز وجل أن يزوج الذكر في هذا البطن للأنثى في البطن التي قبله أو بعده، والأنثى من الذكر الذي في البطن الذي قبله وبعده، وهكذا دواليك، يعني ما يتزوج، كان حرام في شريعتهم أن يتزوج التوأم، تزوج الأخ من أخته التوأم، هذا كان حرام في شريعتهم، بل لابد أن يتزوج أخت أخيه وهكذا، أي توأم. وهكذا تناسل الناس في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أي حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بعد ذلك حضرت آدم عليه الصلاة والسلام الوفاة بعد أن عاش كم عاش آدم؟ من يعرف؟ عاش آدم في الأرض قرابة 930 سنة. الذي ذكر في كتب أهل الكتاب التوراة أنه عاش 1000 سنة، وذكر أهل التحقيق أنه لا تعارض بين هاتين الروايتين، من الممكن أن يجمع بينهما فيقال عاش 40 سنة قبل هبوطه إلى الأرض، وعاش أو عاش 60 سنة قبل هبوطه إلى الأرض، وعاش تقريبا 940 أو 30 أقل أو أكثر الله أعلم في الأرض. عندما حضرت آدم الوفاة عليه الصلاة والسلام اشتهى، نزل به المرض واشتهى ثمار الجنة. شوف طيلة هذه السنوات، مئات السنين التي عاشها في الأرض، 930 أو 50 أو أقل أو أكثر يعني بهذا التقدير، وهو لم ينسى جنات النعيم التي كان فيها، فاشتهى ثمار الجنة وهو على فراش المرض، فطلب من أولاده أن يذهبوا وأن يأتوه بثمار الجنة، فخرج أولاده حبا وطاعة وبرا بوالدهم، خرجوا مسرعين أخذوا مساحيتهم ومكاتيلهم، يعني أدوات الزراعة أخذوها، وهم يعلمون أنه من غير الممكن أن يأتوا آدم بثمار الجنة، كيف يأتون بثمار الجنة؟ لكنهم هكذا خرجوا عل وعسى أن يجدوا شيئا. وفي طريقهم واجهوا الملائكة، فسألتهم الملائكة: أين تذهبون؟ قالوا: إن أبانا على فراش المرض وهو يشتهي من ثمار الجنة. قال: ارجعوا إلى أبيكم فإنه قد قبض، أي جاءت ساعته. فجاءت الملائكة، فعندما رأت حواء الملائكة لاذت، خافت، فزعت، ولاذت بآدم، وعرف آدم عليه الصلاة والسلام أن الملائكة آتية لقبض روحه، فقال لحواء: إليك عني، وهل أوتيت إلا من قبلك؟ لأنه يذكر أنه كان يعني هو زين له الشيطان أن يكون من الشجرة، والتي سهلت له الأكل من الشجرة حواء عليها السلام. ولذلك سبحان الله، يعني المرأة بطبيعتها إلا من رحم تميل إلى مثل هذه الأمور، ولذلك كان الرجال قوامون على النساء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا تصلح لذلك، الرجل بطبيعته بفطرته أقدر برجاحة عقله وصبره وتحمله ونظره البعيد وتغليب العقل على العاطفة في غالب الأمور، لذلك كان هو في المقدمة. فلذلك هذا حقيقة درس ولفتة تربوية مهمة جدا، أن الإنسان، لا أقول لا يستشير زوجته، خير البشر صلى الله عليه وسلم استشار زوجته في أحلك الظروف كما في صلح الحديبية، بل هذا من حق الزوجة على زوجها
أن يشاركها وأن يستشيرها. بعض الناس تقول والله تقول لدرجة أن مسكن لا يشاورني فيه، يأخذ شقة أو دور أو كذا ما أدري، وهذا من حقه عليها أو من حقها عليه. المهم أنه قال لها إليك عني وهل أتيت إلا من قبلك، ثم قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وكفنته وصلى وغسلته الملائكة وكفنته وأتت بحنوط. الحنوط هو الطيب من الجنة، فحنطوه إذن غسلوه وكفنوه وحنطوه وكفنوه، ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. وبعد أن صلوا عليه عليه الصلاة والسلام حفروا له حفرة ثم لحدوا له لحدا ودفنوه، فقالت الملائكة يا بني آدم هذه سنة أبيكم. إذن ما عليه أهل الإسلام من طريقة الدفن هي الفطرة، هي الفطرة. أما ما يفعله بعض ما يفعله يعني غير المسلمين وممن تأثر بهم من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنهم يدفنون يجعلون الميت في التابوت أو في صناديق، هذا كله خلاف السنة، وهذه من الأمور المنكرة المبتدعة. بل الإنسان خلق من التراب، أصله من التراب ويرد إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إلا اللهم إذا كان في وضع يستوجب أن يكون دفنه بهذه الطريقة هذا أمر آخر، كان يكون مثلا في مكان في تربة غير متماسكة، فإذا يعني وضع يكشف فلا بد أن يستر حتى لا يكون لهوام الأرض تنتهشه. فمثل هذه الحالات أو في البحار أو ما شابه ذلك، يعني في ظروف تستدعي أن يوضع في صندوق فهنا أجازه أهل العلم. أما الأصل فلا، الأصل يدفن، والسنة أن يلحد له لحد كما عندنا هنا في الكويت، أن يحد لحد يعني شق الحفرة ثم لحد، اللحد هو الميل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يميلون عن المعنى الشرعي الذي أراده الله عز وجل. فجعل عليه اللحد وأهيل عليه التراب، فقالوا يا بني آدم هذه سنة أبيكم. عند وفاة آدم عليه الصلاة والسلام وقبيل وفاته أوصى من بعده لابنه شيث، وابنه شيث معنى شيث هبة الله، وسمياه أعني حواء وآدم سميا شيثا بهذا الاسم لأنهما رزقا شيثا بعد مقتل هابيل، قصة المعروفة قابل وهابيل، طبعا ما راح نذكرها هنا لأن ذكرناها في سلسلة قصص القرآن الكريم وهي موجودة على الموقع من أرادها. فعندما قتل قابيل هابيل، وكان هابيل كما تعلمون رجلا صالحا بخلاف قابيل، فانتقم الله بعد ذلك من قابيل على هذه الجريمة، رزق الله تبارك وتعالى الأبوين آدم وحواء بهذا المولود فسمياه شيثا أي هبة الله. فأوصى من بعده يعني من يتولى الأمور من بعده ابنه شيث، ثم يعني عاش طبعا شيث فترة من الزمن إلى أن أتى إدريس عليه الصلاة والسلام. قبل أن نختم يعني إدريس عليه الصلاة والسلام حتى يكون إن شاء الله درس الغد عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل وقصته ماتعة كما تعلمون وفيها فوائد عظيمة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال احتج آدم وموسى يعني في السماوات، فقال له موسى قال أنت آدم الذي أخرجتك أو الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، يقول شوف
إذا يا جماعة الخير ما لي ذنب أنا إذا عصيت، الله مقدر علي أني أعصي. إذا ما صليت يا أخي ما لي ذنب، الله مقدر علي أني إيش؟ أني ما أصلي. وهلم جرى، فيحتجون بالقدر على ترك الطاعات أو فعل المعاصي. وهذه شبهة قديمة يسميها العلماء الاحتجاج بالقدر. خلاصة هذا الكلام في هذه المسألة إخواني، لا حجة لترك الطاعة أو لفعل المعصية بالقدر، ما لك حجة فيه. وهنا آدم عليه الصلاة والسلام احتج على موسى بقدر الله ليس على المعصية، يعني لم يقل آدم أنا عصيت الله تبارك وتعالى لأن الله مقدر علي، ما قال هذا آدم. آدم يقول خرجت من الجنة لأن الله قدر علي الخروج من الجنة. فهنا خروج من الجنة وهنا معصية، أكل من الشجرة، فالأكل من الشجرة معصية والخروج من الجنة مصيبة. فآدم عليه السلام احتج بقدر الله على المصيبة ولم يحتج بالمعصية. فيجوز لك أن تقول مثلا لو وقع عليك مرض، الله أن يعافي جميع المسلمين، لو وقع عليك بلاء وموت تقول هذا قدر الله، صحيح، لكنه لا يستقيم لك الكلام ولا يصح لك أن تقول أو أن أقول أو أن يقول ذلك العاصي إذا عصى، إذا زنى، إذا شرب الخمر، إذا وقع في الربا، إذا فعل ترك الصلاة، أفطر في رمضان. لا يجوز أن يحتج بهذه المعاصي بقدر الله عليه، هذا غير مقبول. وإن كان الكل مقدر، لكن هذا أنت فعلته بإرادتك كما قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، قلنا توفي آدم عليه الصلاة والسلام، وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى آدم، ونقترب نحن من ختام هذا الدرس. قد رأى آدم في السماء الأولى كما تعلمون في حديثه الإسراء والمعراج، رأى آدم عليه الصلاة والسلام وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، سواد يعني. فإذا نظر عن يمينه ضحك عليه الصلاة والسلام، وإذا نظر عن شماله بكى. فالذين عن يمينه أرواح ذريته السعداء، جعلنا والله وإياكم منهم. وإذا نظر عن يساره يعني أرواح ذريته الأشقياء، نعوذ بالله من حالهم. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبينا آدم في السماء الأولى، فرد آدم عليه السلام السلام عليه ورحب به وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أيضا آدم عليه الصلاة والسلام يكون له خبر في يوم القيامة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل أخرج، أي آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال الله عز وجل من كل 1999، نعوذ بالله، من كل 1999 يعني من البشر، هؤلاء في النار وواحد الذي ينجو. قال عليه الصلاة والسلام فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ من الواحد؟ فقال أبشروا أبشروا فإن منكم، يعني من أمة الإسلام، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، يأجوج ومأجوج عددهم كالنمل كحصى الأرض، لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، وهم قوم كفرة فجرة كما مر معنا قصتهم في مناسبة أخرى. فمنهم 999 في النار، وهم من البشر من ذرية آدم، وواحد من بني الإسلام من أمة الإسلام في الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، ما أنتم في الناس
إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا مما جاء ذكره في الصحيحين: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم، ورشحهم يعني العرق الذي يخرج منهم، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. إذن أهل الجنة سيكونوا على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. أخيرا، من ذرية آدم ممن جاء بعده بعد شيث جاء إدريس، وإدريس عليه السلام ذكره الله عز وجل في مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. كان هذا النبي الكريم إدريس عليه الصلاة والسلام، وهو أول يعني نبي بعد آدم وبعد شيث، وهو الجد الأول لنوح عليهما السلام. كان يعني إدريس فيما نقل عنه في الأخبار كان أول من خط بالخط، أول من خط بالقلم هو إدريس عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ذهب أهل العلم أن المقصود بهذا النبي إدريس عليه السلام. وكان كذلك مما عرف عن إدريس في أخباره عليه الصلاة والسلام أنه كان أول من لبس المخيط، الثياب المخيط، وإلا كانوا قبل ذلك الجلود يلبسون الجلود، فكان أول من لبسها إدريس عليه السلام، وكان خياطا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إنه كان خياطا، فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، كل غرس لإبرة يقول سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي، وليس في الأرض أحد أفضل منه عملا عليه الصلاة والسلام. طبعا إدريس عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء الرابعة، رفعه الله عز وجل، ثم قبض روحه في السماء الرابعة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة المعراج، رآه في السماء الرابعة كما قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. نلتقي أيها الأحبة في درس الغد بإذن الله عز وجل.